مرحبا بكم. عندنا اليوم نبتة شكلها غريب، أدهشتني بشكلها حقيقة. الثمار حقها شكل كروي منفوخ، نوع من أنواع القتاد، من عائلة البقوليات. القتاد اسمه القتاد المسلح أو استراتيلوس أورستوم أورستوس. موطنه المغرب العربي، وجدت في تونس وليبيا والجزائر وشمال الجزيرة العربية. من المحتمل تكون في كثير من البلدان الجافة أو تمتع بمناطق صحراوية. الشوك تبعه طويل حقيقة كثير. الثمرة داخلها الكروي هذا داخله بذرة بلون أخضر زي ما تشاهدون. تحمل الجفاف. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.